في واحد من المشايخ انا ما بعرفه ما بعرف حاله، المهم انتقد كلمه لاخونا مزمل شيخ مزمل، وفي عطاله ناشرينها في الواتساب. شيخ مزمل قال اول واجب على الناس الكلام في الصوفيه. عشان نتكلم فيه، والله ما ارى واجب اوجب من الكلام في الصوفيه على الاطلاق. اوجب الواجبات التوحيد، هذا يدل على جهله. الكلام في اهل البدع ليس بأوجب الواجبات. صح، هو الواجب على العبيد هو التوحيد، ده ما فيه شك، لكن احنا بنتكلم عن الدعاة. انا بتكلم عن الداعي، اول واجب عليه شنو؟ اول واجب عليه يتكلم في الصعاليق والصوفيه وغيرهم من العطاله دين. اوجب واجب عليه اللي بيضلل الناس عن التوحيد شنو؟ ما ممكن تتكلم في الجامع تقول لهم يا ناس اعبدوا الله وكذا وادعوا الله، بيقول لك تمام، وما تنادوا الاولياء، يقول لك ما قاعدين ننادي الاولياء، ده اسمه التوسل. لازم ترد عليه لانه في ائمه بتاعين ضلال شغالين، فده واجب. لكن في شو مجموعه من الشرامه، واحد اسمه مين هاشم، فهمت؟ ديل الواحد دار يسهر، زكاني فلان، يا دي ما بتحل لك يا اخي، انت ربنا سبحانه وتعالى بيسالك، في ناس هنا قاعدين. عشان كده نحن نصيحتنا للشباب دائما، انت اشتغل دعوه مش لقدام، كما قال الامام مالك رحمه الله لما قيل له ان الناس قد كتبوا الموطئات. الامام مالك كتب الموطأ الامير، امير المؤمنين في الزمن ذاك، بقى الموطأ ده الكتاب المعتمد، وكان دار يحمل عليه الناس. فقيل للامام مالك ان الناس قد كتبوا الموطئات، قال لهم بعد ما الكتاب بتاعك مرق في ناس حاكوك، يعني نكتبوا برضه نفس الكتاب. قال ما كان لله يبقى. اسي تعالى زال لك أربعة نفر طلبة علم، مش يكون صوفي حميدة شغل حمامات بصلعة، أزالك طالب علم نجيط، قل له وديني ثلاثة أسماء لموطئات غير موطأ مالك، من الصعب تلقى مع أنها كانت موجودة كثيرة. فما كان لله يبقى. الدعوة السلفية أهم ركيزة عليها وأهم نقطة فيها إنك تدعو إلى التوحيد وتحذر من أهل الضلال ومن أهل الشرك، دي أهم ركيزة. والداعية ليس فقط من يتكلم بالمايك، اي زول في بيته في السوق في محل الشغل في المواصلات في غيره، انت انسان داعي للتوحيد، عرفت معلومه صحيحه تبلغها للناس، تناقش الناس، تبين للناس الحق حتى يهتدي الناس الى الصراط المستقيم. ان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه، جزاكم الله. وصيه القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.